حتى الدول الغربيه اللي داعمينها دابا فرنسا وبريطانيا وامريكان وهذو اللي داعمينها والمانيا وايطاليا وهذو اللي داعمين دابا اسرائيل ما كانوش كيقدوا يدعموها في الحروب السابقه. راه اللي بغى يقرا يقرا السياسه مقاده مضبوطه ما كانوش كيقدوا يدعموا اسرائيل. علاش؟ لانهم كيعرفوا الا دعموا اسرائيل الراي العام ديال ما ينظلم قالوا كيفاش تبقى الحكومات ديالنا كتدعموا دوله كاسا كتقتل المدنيين في غزه. وهذا الشيء اللي كان كيوقع وهذا الشيء اللي كتوقف دائما اسرائيل الحروب ديال غزه. دابا كيوجدوا انهم يدخلوا دخله نيت ديال العقاب جماعي وعقاب جماعي عقاب جماعي دايرين عمليه عقاب جماعي وخدامين على اللواعي تنفذوا داك المشروع ديال اللي لوحوا الناس لسيناء والاردن. شكون اللي عطاهم هذه الفرصه؟ عطاوها لهم اللي نصب لهم الفخ ومشاو ليه دخلوا للمصيده برجليهم. وهما كيعرفوا انه غير في شهر 3 اللي داز هذاك القانون ديال الانسحاب من غزه اللي هو داك القانون ديال 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 الفك خطه فك الارتباط اللي كانت تعتمد في 2005 تلغى في الاول ديال 2023. وانت كتشوف اسرائيل لغات القرار اللي بسببه انسحبت من 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 غزه وكتشوف هذا الشيء وغادي داخل. اذا انت حاجه من جوج اما ما كتفهمش اما انت ما عندك غرض عارف انه الناس ديال الحماس راه غيدخلوا تحت الارض ويدخلوا السيره دي بغوا يحميوا راسهم واخر همك المدنيين وما عندك غرض انت مزيان لك في النهايه. تنظيم مسلح بالنسبه ليه مزيان مسمو تنظيم مسلح اش غيجلس يدير؟ تنظيم مسلح وعنده السلاح واش كيدرب اش غيدير لما كانت الحروب؟ بالنسبه لك انت يعني محترف كتصرف كمحترف خاصك المشاكل تيلي بلوس تميز ومصداقيه.